عندما تكتشفين أنك حامل، فإن من أهم الأمور معرفة موعد الولادة. والمشكلة أن موعد الولادة يكون خاطئاً بنسبة 95% في الغالب، كما اكتشفت نيكول ويليامز ولم تكن مستعدة. كنت خائفة، هل سيسير كل شيء على ما يرام؟ سأنقذ طفلي؟ لا بأس، تحملي. سكوت ويليام تصنع الهدوء وهو يوصل زوجته إلى مشفى في فلوريدا. نيكول كانت حاملاً بتوأم وبدأ المخاض مبكراً 5 أسابيع عن موعده. لا بأس، لا بأس، سيكون كل شيء على ما يرام. قاد بسرعة لأنني أخبرته أننا لم نعد نملك الوقت الكافي لإضاعته. بدأت الانقباضات تشتد لدى نيكول. تنفسي، تنفسي معي. قال لي استمري بالتنفس. كنت أحاول. سنصل إلى المستشفى بأسرع وقت، تنفسي. كان سكوت يقود بأقصى سرعة، لكن بالنسبة لنيكول فكأنه لم يكن يتحرك البتة. وعلى الرغم من بدء التقلصات منذ 40 دقيقة، لكنها عرفت أنه لم يعد هناك وقت كاف. استمري بالتنفس، استمري عزيزتي. أرجوك توقف. استمري. أرجوك. أرجوك. أنا إلى جانبك، تحملي. ما أرجوك توقف. سألد. تحملي، تحملي. تحملي. لا. ماذا حصل؟ يجب أن تقف جانب الطريق. وليبقى هادئا جرب سكوت طريقا آخر. سنمر من فوق السكة الحديدية. تثبتي جيدا عزيزتي، أنا إلى جانبك. لذلك رفعت نفسي قليلا حتى لا يكون تأثيره مؤلما. وفجأة خرجت الطفلة. كنت قادرة على التقاطها قبل أن تصطدم بأرضية السيارة. قلت له توقف رجاء وحاول أن تطلب النجدة. لقد أنجبت الطفلة في السيارة. يا إلهي. أنجبت الطفلة. يا إلهي، لقد أنجبت داخل السيارة. ورغم أن طفلتها الأولى شادي سبقت موعد ولادتها 5 أسابيع، لكنها ولدت دون مشاكل. خرجت نظيفة تماما، لا شيء على أنفها، لا شيء داخل فمها، أمر لا يصدق. كانت طفلتي نظيفة تماما. إنها جميلة، أمسكيها جيدا عزيزتي. ضمت نيكول ابنتها إلى صدرها، وكانت هناك طفلة أخرى في طريقها للخروج. سكوت عرف أنهم لن يصلوا إلى المستشفى في الوقت المناسب، وزوجته كانت بحاجة للمساعدة. حسناً حسناً عزيزتي، تمسكي جيداً. المكان الذي استطاع سكوت أن يتصل منه هو متجر في محطة وقود. ركض مسرعاً باتجاه المتجر، رأيت الغبار خلفه لأنه كان متوتراً جداً. اتصل بالنجدة، زوجتي أنجبت في السيارة. ظنوا أنه يمزح في البداية. أرجوك اتصل بالنجدة. خرج المدير غير آبه وقال لدينا طفل وأنا خارج لأتفقد الأمر. عندما وصل هناك سأطلب النجدة. عندما شاهد الناس ما يحدث جاءوا مسرعين لتقديم المساعدة كفريق، حتى إنهم قدموا ملابسهم لإبقاء الطفلة دافئة ومغطاة. كل من كان هناك ساعد. كانت هناك سيدة اسمها بريندا، معها مجموعة من المناشف أخرجتها من الأكياس وجاءت بها. لقد كانت كافية لتغطيتنا نحن الاثنتين. شكراً جزيلاً. لا أعتقد أن الأمر انتهى. سيكون كل شيء على ما يرام. تحملي. لكن نيكول أدركت أن محنة اليوم انقضى نصفها فقط. طفلتها الأخرى كانت تواجه مشكلة في خروجها، وشادي تتطلب رعاية طبية بسرعة. الأمر الوحيد الذي خطر ببالي هو مجيء فريق الطوارئ بسرعة، لأن الحبل السري يجب قطعه، وإذا أنجبت الطفلة الأخرى قبل وصول الطوارئ فإنني سوف أضطر لالتقاطها بينما كنت أمسك بالأخرى. عندها سمعت نيكول صافرة الإنذار، وصل فريق الإسعاف وبدأوا بإخراج الطفلة الأخرى. قام الأطباء بتهيئة وضعية مريحة لها، وتم تشغيل جهاز التدفئة لتجنب الهواء البارد الذي كان يدخل من النوافذ. كان بإمكاني وضع قدمي بطريقة مريحة وكأنني كنت نائمة في سريري. قاموا بقطع الحبل السري لشادي، لكن نيكول قلقت بشأن الطفلة الأخرى. لماذا لم تخرج بعد؟ لم أعرف ماذا أفعل، لأنني عرفت أن الموقف كان صعباً جداً. خروجها كان صعباً ولم أدري لماذا. كان الأمر أصعب مما تتصور. أحد الأطباء وبسرعة حدد أن الغشاء الأمنيوني لم ينفجر بعد، لذلك يجب إزالته باليد.
قام الطبيب بتمزيق الغشاء، بعدها تمكنت الطفلة من الخروج. ها هي قادمة. ادفعي، ادفعي بقوة. قام الأطباء بقطع الحبل السري، تم نقل نيكول وطفلتيها إلى المستشفى. تبدوان بصحة جيدة رغم أنهما سبقتا موعد الولادة بأكثر من شهر. لقد كنت قلقة من أن كل شيء سيسير على ما يرام. أخيراً في المستشفى تأكد لهم أن كل شيء على ما يرام. لم أكن لأصدق يوماً أني أمتلك مثل هذه الشجاعة الكافية للولادة الطارئة. طفلتان وزن كل منهما 6 باوندات، ولدتا في السيارة. رغم أنه شيء لا يصدق، لكن نيكول ممتنة لكل من ساعد. العديد من الناس يقولون إنهم فقدوا ثقتهم بالعالم وأنه لم يعد هناك أناس جيدون، لكنهم موجودون بالفعل. لقد تركوا سياراتهم وجاءوا لتقديم المساعدة. أنا أعتبر نفسي محظوظة وأشكرهم جميعاً. طفلة جميلة ومكتملة النمو. وأنا أنظر إلى سجل نيكول أرى أن مخاضها استمر مدة 24 ساعة، وهذا يبين أن كل حمل مختلف عن غيره. إذا كنت على وشك الإنجاب ولا تستطيعين الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب، إليك بعض النصائح لضمان سلامة طفلك. أولاً، في الولادة الطبيعية من غير مضاعفات يمكنك إنجاب طفلك وحدك. نيكول أنجبت الطفلة الأولى بكل سهولة، لكن الطفل بحاجة إلى عناية أحياناً. سيدة من جنوب كارولاينا أنجبت طفلتها في السيارة في طريقها إلى المستشفى. أحست المرأة بخروج الطفلة فأمسكت برأسها حين نزولها، وهكذا استطاعت أن تنجب طفلة رائعة وزنها 9.2 باوند. عندما يولد الطفل، استخدمي قطعة جافة نظيفة من الملابس لتنظيف السوائل الموجودة على الأنف والفم لتسهيل عملية التنفس. أبقي رأس الطفل أخفض من مستوى جسمه لإخراج السوائل من الرئة. إذا كان لدى الطفل مشاكل في التنفس، لا تضربيه على مؤخرته، بل أمسكي به من منطقة البطن وبلطف أفركي بشدة ظهر الطفل في حركة دائرية. إن عملية لمس الحبل الشوكي يحفز عملية التنفس لأنه ينبه الدماغ. ويمكنك اللكز الخفيف بأطراف أصابعك على باطن قدمي الطفل. في حال بدأ الطفل بالتنفس، لا حاجة لإبقائه مرتبطاً بأمه عن طريق الحبل السري. يجب قطع الحبل، لكن اربط الحبل قبل قطعه فلا ينزف الطفل من الجرح. رجل من ماساتشوستس استخدم رباط حذائه لقطع الحبل أثناء ولادة زوجته غير المتوقعة في المنزل. بعدها يتم قطع الحبل باستخدام زوج من المقصات المعقمة، على أنه من الأفضل انتظار وصول الإسعاف لتجنب حصول تلوث. عند خروج المشيمة يجب وضعها في كيس بلاستيكي أو منشفة أو ورق جرائد، ليقوم الأطباء بفحصها لاحقاً للتأكد من أن المشيمة خرجت كاملة من جسم الأم. سواء تم الإنجاب في المشفى أو السيارة أو المنزل، فإن كل ولادة هي مغامرة بحد ذاتها.